صباح الخير. صباح النور. صباح النور. أول شيء رح أعرفكم عن حالي، أنا الأنسة مدرسة زهرة عيد، مدرسة الموسيقى، ونتعرف على أساميكم. جعفر كيدوش. أهلا وسهلا، على صوتك. جعفر كيدوش. الليث إبراهيم. أهلا وسهلا. علاء شاهين. أهلا وسهلا. رح ناخذ كتاب ضمن كتاب الموسيقى الصف الرابع، رح ناخذ درس، طبعا هو اكمال الدرس اللي اخذناه نحن اللي هو الربيع بعد ما غنيناه. رح ناخذ اليوم السولفيج، تمام؟ رح ناخذ السولفيج ونقراه اول شيء قراءه ايقاعيه لحتى نتعرف نحن على ميزان. بنحاول نضرب الايقاع بايدينا من لفظه التاء، بنغنيها كلياتنا من لفظه التاء، بنضرب الايقاع بايدينا مشان نحن نركز ونتعرف على ميزان هاي النقطة، تمام؟ يلا بنقرأ. أول شيء بقرأ لكم إياها أنا، بنركز فيها ونطلع على اللوح. يلا اثنين ثلاثة. دو عفوا دا 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 إس إس دا نركز بإيقاع مرة ثانية. يلا مع ضربة التاء الإيقاع. يلا تمام. يلا اثنين ثلاثة. تا 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 إيه على صوتكم. الميزان الثنائي كم بيكون عندنا بالميزور زمان؟ 8 2. حدا يجاوب؟ 8 8. برافو آلاء. 8 بيكون عندنا بالمقياس الثنائي. طيب نحن كمان اخذنا المقياس الرباعي، حدا بيقلي كيف المقياس الرباعي؟ كيف اشارته؟ تفضل. ليه؟ برافو. هيك 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 هيك. طبعا نحن هيك 1 2 3 4، هذا مقياس الرباعي. كيف يعني مقياس الرباعي؟ يعني نحن بيكون عندنا بالميزور كم زمان لما بيكون عندنا مقياس رباعي؟ 4 أزمنة. برافو. من المقياس الثنائي بالميزور كم زمان بيكون عندنا؟ زمنين. هلا نحن مثل ما ننتبه، اول ميزور هو دوري كم زمان؟ بيضاء زمنين، سوداء زمنين. كم زمان؟ 3 أزمنة. برافو. الميزور الثاني ايضا 3 أزمنة. وهكذا حتى هون سوداء وسكتين. سوداء كم زمان؟ 3 سوداء. سوداء 1. الميزور الرابع كم زمان؟ سوداء 1 زمان. سكتي زمان. زمان سكتي الثاني زمان. كم أزمنة؟ كم زمان ضل عنا؟ 3 أزمنة. فإذا نحن لما بيكون عندنا بالميزور الواحد 3 أزمنة، يعني بكل ميزور بأي مقطوعة أو أي قطعة أغنية بيكون عندنا 3 أزمنة. فشو بيكون عندنا المقياس؟ ثلاثة.
شو بيكون عندنا مقياس ثلاثي؟ رح نتعرف على المقياس الثلاثي اليوم، يعني ضربي تا تا تا. طبعا سهم المثلث الثاني بتكون لبرا، يعني تا تا تا. تمام؟ مين بيحاول يقرأ لي اياها؟ المقياس الثلاثي بعد ما قرأناها نحن بضرب الايقاع، مين بيحاول يقرأ لي اياها؟ على نحاول نقرأها بمقياس ثلاثي. يلا اول، يلا دو ري. لا لا ليس نحن بدنا ناخذها مقياس ثلاثي، مو ضرب ايقاع. تمام، بنركز فيها. اثنين ثلاثة دو ري فا صول لا صول اس اس. تمام، هلا نحن لا صول اس اس. علاء كملي لو سمحتي من هون. صول نكمل فيها مقياس ثلاثي. يلا صول دو سي صول. طيب علاء ركزي معي حبيبتي، نحن بنقرأها من هون. طيب انت عيدي لي اياها من هون مقياس ثلاثي لحاله. مقياس ثلاثي دو ري مي فا. تمام، تعالي لحتى نحن نفهم كيف المثلث بيكون لبرا. هذا المقياس الثلاثي، يعني دو ري مي فا صول لا صول اس اس صول عنا بالمقياس الثلاثي. يعني كل ميزور بنبلش فيه، كل ما بدأنا بميزور جديد بدنا نبدأ بالضربة الأولانية اللي هي نازلة بالمقياس الثلاثي. النبضة الأولى تا 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 اس اس تا اس اس. هيك تمام، كل ما بدأنا بميزور بدنا نبدأ بالنبضة الأولى بالمقياس. فهمتوا كيف؟ جعفر جرب لي اياها. يلا معلش هيك. اثنين ثلاثة دو ري مي فا صول لا صول اس اس صول دو سي صول. برافو. مش هيدا؟ ايه، اول شيء نحن بنقرأها كلياتنا لحتى نركز فيها، بنقرأها علامات بس كمان بضربة ايقاع لحتى نوازن الميزان الثلاثي بإيدنا ونعرف نحن كيف الميزان عم يمشي. بدنا نركز بكل بداية ميزور، كل أول نبضة لحتى نعرف امتى بدنا نبلش الميزان الثلاثي. هلا بس ضربوا لي اياها بالايقاع. تمام، بنغنيها سولفيج. سولفيج علامات. يلا اثنين ثلاثة دو ري مي فا صول لا صول اس صول دو سي صول لا صول اس اس صول لا صول دو مي فا كثير حلو الليث بس. وبرافو عم تجيب العلامات صح، بس قرب شوي على المايك.
لانه ما عم يطلع صوتك. كمان جعفر شوي. هلا بدي حدا يغني لي اياها، يحاول يغني لي اياها بالمقياس ثلاثي. المقياس الثلاثي. الو نجرب الليث. يلا ميزان. هلا نحن هيك عم نضرب ضربات ايقاعيه معه لحتى ما نضيع بالايقاع، بس نحن بدنا ايقاع ميزان الثلاثي. تمام؟ يلا بدايه كل ميزور بدنا نضرب اول نبضه، اول ضربه بالميزان الثلاثي. حتى نحن لو ضعنا بثاني علامه او ثالث علامه، عندنا بدايه الميزور الجديد لازم ننتبه انه بده يكون اول ضربه، يعني نزله ببدايه الميزان الثلاثي. نجربها ليس ميزان ثلاثي. 2 3 دو، عفوا 2 3 دو ري مي فا سول لا سول اس اس سول دو ري سول لا سول اس اس. ضعنا بالميزان الثلاثي. بس لسه ما مش شايف ال تمام. يلا شايفون هيك منيح كلهم؟ تمام. نكبر اللوحة. يلا نعيدها لو سمحت. 2 3 دو ري مي فا صول لا صول اس اس صول دو سي صول لا صول اس اس صول دو صول دو صول. ما منضيع، بنرجع بالسطر الثاني عشان ما نضيع بداية الميزان. فا بيضاء. يلا السطر الثاني. دو صول فو مي كم زمان؟ ثلاثة اخذناها العلامة المنقوطة. ثلاثة اثنين بيضاء وعلامة منقوطة نقطة، يعني ثلاث أزمنة. فإذا شو بتصير عنا؟ فإذا هي ثلاث أزمنة بدها تاخذ مقياس ثلاثي كله، يعني صول من أولته وعيدها صول. برافو. بنبلش من عند الصول. اثنين ثلاثة صول. عفوا يلا صول 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 لا سول لا بيضاء صول لا صول صول لا سول دو. نرجع نعيد آخر ميزو دو. كم ميزة من دو؟ ثلاثة. ثلاثة تمام. كونه نحن معنا نقطة علامة منقوطة بيضاء منقوطة. نجرب آلة. يلا نركز فيها. شايف اللوح كله هيك؟ تمام هيك؟ طيب يلا مع الميزان الثلاثي. طبعا نحن اللي عندنا يعني ممكن يكون جديد انه نحن صول سوداء، يعني صول اس اس، كمان نفس الشيء صول اس اس، عندنا بيضة منقوطة. كم زمان؟ ثلاث أزمنة، يعني صول. أيضا عندنا سوداء سكتي سوداء، يعني سكتت سوداء. كم زمان هي؟ زمان. برافو. يعني فا إس صول بالإضافة لأنه عندنا نحن البيضاء المنقوطة نفس الشيء. نجربها؟ يلا 2 3 مع الميزان الثلاثي ما بننسى. يلا 2 3
نعيد الميزور الرابع. نعيده. الميزور الرابع اللي هو هاد. تمام؟ نعيده. يلا. برافو. نرجع نعيد من أول لو سمحتي عشان ما يضيع منا نغمة الأغنية. اثنين ثلاثة. نجربها سوا. نجربها سوا. دو ري مي فا. نحن بننتبه انه بداية كل ميزور مقياس نازل، يعني دو ري مي فا صول لا صول اس اس صول مو سي صول لا صول اس اس. نعيد حالنا. يلا. ري مي فا صول لا صول اس اس صول صول دو سي دو سي. لا هلا نحن الدو لكن الدو العلامة هي يعني الزمن الثالث بالمقياس، فما بصير ننزل نزول. تمام؟ يعني بدنا اذا بدنا نبلش نعيدها نبلش من اول ميزور الميزور الخامس. صول دو سي صول لا لا صول اي اس اس. عيدي لي اياها من هون. تمام؟ نعم. صول دو سي. يلا اثنين ثلاثة. صول لا لا صول. طيب هلا نحن صول لا وين بداية الميزور؟ هون. اي علامة نحن رح تاخذ عنا الضرب النازل بالقياس الثلاثي بالميزور؟ طيب بالميزور هاد اي اول ضربة؟ اول علامة. تمام اللي هي قلتيها عليها. لا 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 لا. تمام عيديها. لا لا صول اس اس. برافو. هلا انا بدي منك تعيدي لي سطر لهون السطر الاول. يلا بنركز فيها. فهمتيها؟ فهمتي كيف النزال الثلاثي؟ ثلاث أزمنة كل بداية ميزور بدنا ننزل بالضربة الأولى. يلا اثنين ثلاثة. ميزور الرابع الخامس. يلا صول. نعيدها من اول فصول. صول دو سي صول لا لا صول. اوكي برافو. بنكمل. أول شيء آخر ميزور بالسطر الأول. من عند آخر ميزور بالسطر الأول صول فا مي فا صول فا مي مي. يلا مي بيضاء. مي فا مي ري دو مي نركز على الميزان احنا عشان ما نضيع ميزان. ثلاث ضربات. واحد اثنين ثلاثة. ناخذهم على امتداده عند الصول البيضاء المنقوطة. يلا
اثنين ثلاثة صول صول لا صول فا مي فا اس صول فا مي ري صول لا هلا نحن بلشنا بالميزور جديد صول انه ركز انه نحن حتى لو خربطنا يعني حتى لو مرق معنا ميزور خربطنا فيه بالميزان الثلاثي فنحن رح يجي معنا بعده ميزور جديد يعني بهذا الميزور الجديد حتما رح تكون الضربة نازلة ببداية كل ميزور فإذا من عند الصول هون ميزور السطر الثالث اثنين ثلاثة صول لا صول صول لا نحن فهمنا هالفكرة هلا جعفر يلا فهمنا الفكرة جعفر يلا ميزان ثلاثي كمان معلم بعد على المايك شوي تمام صوتنا يكون واضح جعفر يلا اثنين ثلاثة ننتبه انه نحن هون عنا سي صول لا يعني من هون صول سي صول لا صول صول اس اس نحن الشيء بده يخلينا حتى لو خربطنا بالميزان الثلاثي او باي ميزان نحن عنا انه بدايه كل ميزور هي أول ضربة بالميزان سواء ثنائي أو ثلاثي أو رباعي يعني نحن مثلا خربطنا بهذا الميزور ولو خربطنا فيه وطلعت الدو بدل ما تكون هي آخر ضربة طلعت ثاني ضربة مثلا بنرجع بالميزور اللي بعده نحن قلنا أول علامة هي أول ضربة بدنا نركز على هذا الشيء تمام يلا جعفر نعيدها من أولتها اثنين ثلاثة دو بهدوء دو اعطيني دو برافو نعلي صوتنا شوي نقرب على المايك بس ما لازم نضرب يعني ايدنا بدها تكون بهذا الاتجاه تمام يلا اثنين ثلاثة دو ري مي فا ايه تمام صول بيضاء صول لا اس صول صول لا صول صول اس تمام لا نحن انت ضليت ماشي صح لهون خربطنا وبينت معنا كيف خربطنا بينت معنا انه الصول المفروض اللي هي تكون اول ضربه كانت عندنا اخر ضربه بنركز بنقراها سوا يلا جعفر دو ري مي فا صول لا صول اس اس صول دو سي صول لا لا صول اس اس نعيدها ركزنا فيها كيف ايدنا يلا اثنين ثلاثة دو ري مي فا صول لا صول اس اس صول لا سي صول لا صول اس اس برافو بس فقط في عنا ملاحظة بسيطة انه نحن الصول هي سوداء ما بنطول بلفظتها هي تا تمام ما بنعملها تا يعني ما بنعملها صول لا صول بنكمل بالميزور اللي بعده يعني اخر ميزورين بالسطر الاول صول
عند الدو. يلا 2 3 دو مي سول. نحن عندنا بيضاء منقوطة. بيضاء كم زمان؟ زمان. والنقطة؟ واحد زمان. يعني النقطة بتضيف نص زمن العلامة اللي قبله. يعني كم صار عنا زمان؟ نص زمن. ثلاثة زمن. ثلاثة. كيف نقول بلفظة التا؟ تا مع الإشارة إيد؟ تا يعني؟ سول. تمام؟ نعيدها من عند نرجع من عند الدومي. يلا 2 3 دو مي سول سول لا سول فا مي فا اس اس الوسطاني. بنعيد السطر الثالث سول فا مي فا اس سول فا مي لأنه نحن بيضاء عنا. يلا سول لا سول سول لا سي دو. برافو أحسنت. بنحاول كلنا نقرأها قراءة إيقاعية لآخر مرة. طبعا مو قراءة إيقاعية بصوت قراءة سولفيج مع علامات لحن يعني مع ميزان الثلاثي. في شيء ما فهمته بالنقطة بالميزان الثلاثي؟ تمام؟ كل واضح؟ فهمنا كيف الميزان الثلاثي؟ كم زمان بيكون بالميزور؟ بالميزان الثلاثي؟ ثلاث أزمنة. ثلاث أزمنة، تمام؟ نحن كل بداية ميزور كيف تكون الضربة بالميزان؟ نازلة، بداية كل ميزور، تمام؟ تمام. نعيده آخر مرة؟ مع ميزان، إشارة إيد، يلا إشارة إيدنا جاهزة لفوق، تمام. 2 3 دو ري مي فا سول لا سول اس اس سول لا سي سول لا لا سول اس اس سول لا سول فا مي فا كثير عم تطلع معنا ظابطة، عم نخطأ بهون شوي، رح نعيد من هون كلها مع المين تبهو، يعني هدول الميزورات هنون المفروض يكونوا أسهل ميزورات، كونه نحن عنا البيضاء، نحن بنجتاز بالبيضاء إنه مي، تمام؟ يعني تا 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 تا، يعني نحن لازم نهتدي فيها، ما لازم نخربط لأنه نحن عنا بيضاء بعدين سوداء، تمام؟ يلا من عند المي فا 2 3 مي لا كلياتنا اشاراتنا لفوق تكون جاهزه 2 3 مي فا مي ري دو مي سول سول لا سول فا مي فا اس من عند الميزور الثاني السطر الثالث يلا 2 3 فا اس سول عيدوا لي فا اس سول فا مي ري سول لا سول سول لا لا سول لا من هون اوكي من هون عرفتوا منين؟ نعم سول لا سول لا يلا 2 3 سول لا سول سول لا لا بيضاء لازم يعني ميزور قبل الاخير لا كلها ايدينا لفوق 2 3 لا انتبه جعفر لا
نحن عم بلشين. طيب تعالوا نرجع نعيد من هون، ايدينا لفوق، بدنا نبلش بداية كلمة زور. اثنين ثلاثة صول لا صول صول اليوم اخذنا على الميزان الثلاثي. فهمنا كيف الميزان الثلاثي، ثلاث أزمنة بيكون بالميزور. اشارته الميزان الثلاثي هيك. طبعا كثير يعني كثير سهل وكثير واضح. تمام. النقطة بدها كثير إعادة، يعني بدنا نقرأها بالبيت، بدها إعادة وبدها غناء، ما ننسى هذا الشيء مشان نحفظها ومشان يتركز الميزان الثلاثي بذهننا، مشان إشارة الإيد ما نخربط فيها بعد وتصير تلقائية. تمام؟ يلا بنشوفكم الدرس الجاي. شكراً.